مشاهدي بلقيس أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. هذا البرنامج الإنساني التنموي الذي يقترب من قصص الكفاح والنجاح التي يرسمها بعض اليمنيين وسط هذه الظروف الصعبة والمأساوية. نسلط عليها الضوء ونناقش تفاصيلها من خلال التفاعل المباشر معكم واستقبال اتصالاتكم للإجابة على أسئلتنا اليومية والفوز أيضا بجوائزنا اليومية. أهلا ومرحبا بكم. يعيش القطاع الصحي في اليمن أسوأ مراحله، فبعد سنوات الحرب لم تعد المشافي جاهزة لمواجهة الأوبئة المتعددة. وفي وقت تتحدث فيه دول العالم عن مواجهة وباء كورونا، فإن اليمن يخوض حربا مع أوبئة مستوطنة تخلص العالم منها منذ زمن، بالإضافة إلى فيروس كورونا. كل هذا يحدث في ظل أجهزة منعدمة أو متوقفة عن العمل، ومشافي مغلقة، وأطباء مشردين وغير مزودين بما يلزم لمواجهة الوباء الجديد. اليوم نذهب إلى واحد من أقدم مشافي اليمن لنسانده في المهمة التي أوكلت إليه، ونقف بجانبه ليتمكن من تقديم خدماته للمواطنين. فلنتابع القصة معا. لسنوات طويلة اعتمدت هذه المدينة على مشفى واحد، وفي فترات كثيرة كان يتواجد طبيب واحد وعشرات المرضى، وكان على من يرغب بحبة دواء أن يقطع مسافات طويلة ويعاني مشقة السفر وأتعابه. وحتى الآن ما تزال الطريق إلى العيادة محفوفة بالمخاطر وبذكريات معارك متعددة. هنا في المستشفى الجمهوري رأى المرضى صوراً مقطعية لأجسادهم لأول مرة في حياتهم عبر جهاز الأشعة. يقف هذا المبنى الذي خطط لإقامته طبيب إيطالي عام 1952 مواجهاً عدداً لا يحصى من الأوبئة. بدأت مهمته الأولى في مواجهة الالتهابات الصدرية التي كانت سائدة منتصف القرن العشرين، وكان الناس يظنون ألا شفاء منها، لكن هذا الصرح أخبرهم خلاف ما اعتقدوا. بعد ثورة 26 من سبتمبر 1962 حضر إلى المدينة الأطباء من السويد ومصر والصين وروسيا، وكان هذا المكان ملتقى لهم، فيه عملوا واستقبلوا المرضى القادمين من إب والضالع والحديدة والأحج. في الجمهوري قبل فترة الحرب كان يشتغل في جميع طاقاته بجميع المراكز، من ضمنها مركز القسطرة القلبية التشخيصية، ومركز العيون، ومركز الطوارئ التوليدية والباطنية، وقسم الإسعاف، ومركز الغسيل الكلوي. البداية كبدايته هي مستشفى، وبدأ بأقسام محددة ثم تطور إلى أقسام عدة، كان من ضمنها أقسام مركز الصدر الذي كان مدعوم من البعثة الفرنسية والمختبر الفرنسي،
وأضيف بعدين أقسام جديدة، كان قسم العيون وقسم البصرة القلبية وقسم الفشل القلوي. لكنه ترك بعد ذلك لمواجهة مصير مجهول، تراجع عدد العاملين فيه مع ازدياد المعارك واشتداد الحصار على تعز عام 2015. قبل 3 أعوام خرجت منه نداءات الاستغاثة لعودة العاملين، كما تكررت نداءات المرضى الذين فقدوا فيه ما كان يقدم لهم من خدمات نوعية. المستشفى لا يعمل إلا ب20% من طاقته الاستيعابية بشكل عام كأسرة وككادر وكذا. 90% من الكادر هو متغيب عن العمل، أغلب ما يعمل داخل المستشفى الآن هو كادر متطوع أو هو بالأجر اليومي. عاد العمل إليه وقد تكاثرت الأوبئة، وأصبحت الكوليرا وحمى الضنك أبرز التحديات، يريد القائمون عليه إعادته لأداء كامل مهامه، منفذين خطة جديدة وجعله تجمعاً لمراكز متخصصة. بالنسبة للخطط، نحن عدينا مجموعة من الخطط وارسلت إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي، إلى بعض المنظمات، إلى المحافظة، السلطة المحلية، إعادة تفعيل كمركز القسطرة القلبية ومركز القلب، إعادة تطوير مركز الطوارئ التوليدية، فتح مركز عازل أو مركز حميات بالأصح للمستشفى، بحيث أن يكون هذا المركز مركز حميات لمحافظة تعز بشكل كامل، رغم أن المركز هو كان مركز لأمراض الصدر في خلال الفترة السابقة وأهمل وتوقفت الخدمة لأمراض الصدر، لأنه فتح مركز السل في أمام الشماسي وبقي المركز كأنه خارج الخدمة، بينما المواصفات كمركز ووبائيات هو أفضل مركز على مستوى محافظة تعز. هذا ليس بكلامي أنا، بينما كلام اللجنة الطبية التي جاءت من وزارة الصحة العامة والسكان ومن منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة وزارة الصحة والسكان. تسعى إدارة المشفى لتأسيس قسم الوبائيات لمواجهة وباء كوفيد-19 والذي اجتاح دولاً عدة وخلف أضراراً، وما زال العالم يحصيها كل يوم. ووفقاً لمكتب الصحة بالمحافظة، فهذا المشفى سيكون جزءاً من خطة مواجهة الوباء سريع التفشي. طبعاً المركز أو إقامة مركز عازل أو مركز الاستقبال حالات الكورونا واحدة من أهم الخطوات التي يمكن أن تحقق ولو الشيء القليل في مسألة المواجهة والتعامل مع الحالات. طبعاً الخطة كانت مكونة من عدة مراحل، كان فيها المرحلة التي السابقة التي كانت مرحلة يعني منع دخول الوباء، وكان فيها جملة من الإجراءات عبر لجنة الطوارئ، ثم مرحلة وصول الوباء أو يعني حدوث حالات
إصابات مؤكدة داخل البلد، وهو ما نعيشه الآن. لذلك تكون المهمة الآن أو تتركز المهمة الآن في موضوع إقامة مراكز العزل ومراكز استقبال الحالات، وتكوين كادر قادر فعلاً على التعامل مع الحالات بحرفية وبما يسهم في تقليل العدوى أو منع انتقال العدوى. مساهمة من برنامج حيث الإنسان ستجعل من الخطة الجديدة واقعاً وتوفر أماناً أكبر للسكان الخائفين من قدوم وباء قال عنه مسؤولو الصحة في المحافظة إن أكثر من نصف سكان المدينة معرضون له في حال وصوله. تم اختيار أجود ما هو متوفر في تعز 60 سريراً طبياً للمرضى حتى لا تصبح الممرات أسرة لهم، وحتى لا يعودون إلى منازلهم دون مداواة ودون أن يسمعوا العبارة الشهيرة في مشافي البلاد: لا يوجد لدينا سرير فارغ. تدخل هذه الأسرة لخدمة المرضى كجزء من الاستعدادات لمواجهة كورونا ولجعل أبرز مراكز العزل أكثر تأهيلاً وقوة. ووفقاً لمسؤولي الصحة بالمحافظة، فقد كانت المساهمة في توفير أماكن مناسبة لاستقبال الحالات هي أساس مواجهة المرض والتصدي له قبل أن يصبح واقعاً مريراً. تعتبر هذه المبادرة كتحريك المياه الراكدة التي يحتاج لها مركز العزل داخل المستشفى الجمهوري محافظة تعز، الذي يفتقر إلى التعديلات لأنه نشئ حديثاً، ونحن بحاجة إلى أكثر من هذه أكثر من مبادرة أو أكثر من جهة لتبني مركز العزل، لأن هنالك احتياجات كثيرة لمركز العزل. الطاقم الطبي يحتاج إلى سكن، إلى تغذية، إلى تثاث، المركز يحتاج إلى تجهيزات، هنالك 7 أجهزة تنفس صناعية تحتاج إلى صيانة، تأهيل البنية التحتية للمركز. عودة الازدهار إلى هذا المستشفى هي رد للجميل الذي قدمه لمئات الآلاف من المرضى الذين استعادوا عافيتهم فيه واستعادوا أملهم في الوقوف من جديد. في هذا المكان بدأت أول معركة للأطباء مع أمراض الصدر في اليمن قبل أكثر من 50 عاماً، وها هو اليوم يستعد لخوض مواجهة جديدة ضد خصم قديم غير اسمه وبدل أسلوبه. إذن هذا هو حال أقدم مشافي مدينة تعز. وباء عالمي مشاهدين الآن يضرب العالم، وللأسف حط رحاله في اليمن مؤخرا مخلفا عشرات المصابين والوفيات وسط تكتم وعجز كبير من السلطات.
فيما يجدي المواطنين على قلوبهم سائلين الله السلامة والعافية. لمسة بسيطة في برنامج حيث الإنسان في تعز. نتمنى للمواطنين جميعا أن يتخذوا الاحترازات اللازمة وأن يحافظوا على حياتهم وحياة أحبابهم من حولهم. إذن هذه هي لمسة بسيطة من برنامج حيث الإنسان، ونتمنى أن تكون كما تحدث معنا أحد الأطباء في الفيلم أنها تحرك المياه الراكدة، وأنها تعمل على بداية الدعم وتكاتف الجهود لدعم مركز العزل الذي كما قال يحتاج إلى الكثير، يحتاج إلى صيانة الأجهزة التنفس السبعة، للأسف سبعة أجهزة للتنفس يحتاج المركز لسكن وتغذية للأطباء المتواجدين هناك، وهناك احتياجات أخرى. نتمنى أن تكون هذه اللمسة وهذه المبادرة من حيث الإنسان تحريك لهذه المياه الراكدة وبداية لخير يصل إلى هذا المستشفى. إذا المشاهدين الكرام، من تفاصيل هذه القصة ستكون المسابقة، بإمكانكم المشاركة معنا والفوز بالجوائز المالية المرصودة في هذه الفقرة من خلال الاتصال على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم، من فين يا محمد؟ من أب. من محافظة أب. تابعت الفيلم يا محمد؟ أيوة، وفاتي مبارك عليك كل سنة وعلى جميع طاقم البرنامج. علينا وعليك، شكرا جزيلا لك يا محمد. محمد، سؤالي لك، ما هو اسم المستشفى الذي استهدفه المشروع؟ مستشفى الجمهوري في تعز. مستشفى الجمهوري في تعز، إجابتك صحيحة؟ الساعة مع 52. مبروك لك 50,000 ريال، إجابتك صحيحة، شكرا لك يا محمد. الله. لدينا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ أم أحمد. أم أحمد، خواتم مباركة أم أحمد. علينا وعليك. من أي محافظة؟ محافظة عدن. من عدن، تابعت الفيلم اليوم؟ أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال لك، متى تم إنشاء المستشفى الجمهوري في تعز؟ عام كم؟ عام 1960 تقصد. عام كم؟ 1960. متأكدة أنت؟ 1952. 1952. يلا الآن اختاري 1952 ولا 1962؟ 1952. أنا أسألك الآن. من أجل الطبيب الإيطالي، لكن 1962 عند إيش؟ إذا 1962 إيش؟ الثورة. ايوه، بس الطبيب الايطالي متى؟ 1902. الطبيب الايطالي اجى 1952. اذا اجابتك صحيحه ومبروك لك 50,000. ام احمد، مبروك لك 50,000، اجابه صحيحه. 1952 كان العام الذي انشئ فيه المستشفى الجمهوري في تعز بتعاون او دعم او تخطيط من طبيب ايطالي. شكرا جزيلا لك. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. طيب اسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. من معنا؟ ايوه معك يا اخي. ايوه وانا معك، ايش اسمك؟ عبد الرزاق سالم محمد. يا عبد الرزاق، من فين؟ من القبيطه اخي. من القبيطه. طيب ليش زعلان؟ من زعلك؟ لا لا يا اخي، احنا كنا ضربتنا الرقم هذا مشان نشارك، كنا في المشاركه ما حدا يدير الحظ من الرقم اللي فيه. والله ولا افتهم لي حاجه، ايش يعني اشكلت؟ ارفع صوتك شويه. ايش؟ اقول لك بنشارك في المشاركه، واذا احنا غلطان في الرقم اللي فيه قلت لنا. شباب وصلوا لي ايش قال؟ المشاركه حق بالقيد هذا. ها، انت ايش تشارك في المسابقه حق قناه بلقيس؟ ايوه اخي. وانت شاكك انك ما اتصلت لقناه بلقيس، انه الرقم غلطان.
ما تأكد من الرقم، ما نقول الرقم واحد حش ما قلت بتأكد يعني من الرقم. طيب كيف الآن نقدرني أكد لك إنه قناة بلقيس؟ كيف بتتأكد أنت؟ إيش الأمارة؟ الأمارة يا صاحبي عبد الرزاق إنك تفرج الإعادة الساعة 2:05 الفجر، ولا الإعادة بكرة الساعة 2:05 العصر، وتأكد إنك كنت مشارك في هذا لكنك كنت مبورد وفصل عليك الخط، خسرت 50,000. أنا زعلان على عبد الرزاق والله، بس يلا ما نعمل له. عبد الرزاق، الآن نروح نختار 3 فائزين عن سؤال أمس. سؤال أمس كان يقول، السؤال كانت القصة أمس المدرسة نصاب في شبوة، وكان السؤال كم عدد الطالبات في الصف السابع؟ كانت الاختيارات، الاختيار الأول 35، الاختيار الثاني 55، الاختيار الثالث 65. الاختيار الصائب والإجابة الصحيحة الاختيار الثاني 55. كل من أجاب رقم 55 دخل معنا في السحب ولديه فرصة للفوز ب 50,000. وصلتنا 51,053 رسالة، فقط عدد الإجابات الصحيحة 33,894 إجابة صحيحة فقط، والإجابة الخاطئة 17,159، ويوميا تقريبا في هذا الحدود إجابات خاطئة 16,000 17,000. الآن سأختار الفائز الأول عن سؤال حلقة أمس من الواتساب، ومبروك للفائز صاحب الرقم. بسم الله، مبروك للفائز صاحب الرقم 715-590-656. 715-590-656. مبروك إذا لصاحب الرقم، مبروك لصاحب الرقم 715-590-656. مبروك إذا للفائز الأول معنا عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2. لدينا اتصال. ألو. أيوة نعم. وعليكم السلام، من معنا؟ أصيل صالح. أصيل، أصيل صالح، من فين يا أصيل؟ من محافظة طيب. من محافظة طيب، كيف حالك يا أصيل؟ خواتم مباركة علينا وعليك. تمام، كيف الفيلم؟ الحمد لله. أصيل تابعت الفيلم؟ أيوة نعم إن شاء الله. إن شاء الله. كم عمرك يا أصيل؟ حوالي 24 سنة. ما شاء الله. أصيل الاسم صحيح؟ الاسم صحيح؟ أيوة نعم. أصيل. طيب أصيل. 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 أيوة نعم. طيب سؤالي. أيوة أصيل صالح. طيب يا أصيل. أيوة نعم. تمام، بس أنا شي أتأكد يعني بس. من يا أصيل، من الذي خطط لإقامة المستشفى الجمهوري؟ من صاحب الفكرة؟ وعادة تكلمنا في هذه المعلومة قبل قليل مع المتصلة من عدن. سؤال سهل يعني. ها أصيل. أصيل. يا أصيل. أيوة بس هذه المعلومة صادر علي يا أصيل. تابعت الفيلم أنت أصيل؟ ايوه تابعتي، بس كمان مسكنا خطا الكنترول فتحت على المعلومه انه قد كنا قبل المتصل بخمس شهور. من هو في دكتور مش يمني، هو اللي خطط لانشاء المستشفى، ايش جنسيته هذا الدكتور؟ اردني اعتقد. ايش؟ اردني؟ اردني؟ ايوه. لا مش اردني. طيب خلاص انا بغير لك السؤال. طيب السؤال، هذا المستشفى، المستشفى الجمهوري تستفيد منه محافظة تعز ومحافظات اخرى، اذكر لي 3 محافظات اخرى تستفيد من هذا المستشفى، من المستشفى الجمهوري غير تعز. ايش من محافظات المرضى فيها منها يجوا للمستشفى؟ ايش اذكر لي 3 محافظات. محافظات عز ولاحق ايضا والحديدة والضالع كذلك. يا سلام عليك، إجابة صحيحة فعلا، إب والضالع والحديدة يأتون إلى المستشفى الجمهوري. مبروك لك يا أصيل، 50,000 ريال يا أصيل. الله يبارك لك. شكرا لك يا أصيل.
طيب الاخ في البث المباشر ناصر التركي يقول الشيك تذكر اسمي بس مشيش جائزه. ناصر التركي ها مبروك لك. طيب اتصال الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ الو السلام عليكم. اهلا. لو توقفي في مكان فيه تغطيه. الو 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 ايوه من معنا؟ عدن. الصوت يتقطع. طيب في مشكلة بالسماعة. الله يعطيك العافية. ايوه الصوت يتقطع، في مشكلة في السماعة. يا محمد صوتك يتقطع، أنا أسمع الصوت يتقطع وأيضا الناس يسمعون الصوت يتقطع. ألو؟ طيب لو في اتصال جاهز دخلوا اتصال ثاني وتكلموها إنه في مشكلة في السماعة عندها. يبدو أنها اتصل من تليفون أرضي وفي مشكلة في الواير أو شيء. ألو؟ ألو؟ ألو السلام عليكم. اتصال آخر. ألو؟ السلام ورحمة الله. من معنا؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق؟ ايوه. من فين عبد الرزاق؟ كنت قبل قليل اتصلت؟ لا لا لا، عبد الرزاق دبوها من صنعاء. انت عبد الرزاق من صنعاء، ها غير عبد الرزاق اللي فصل قبل. طيب عبد الرزاق تابعت الفيلم؟ ايوه ايوه. عبد الرزاق سؤالي لك، من الذي خطط لإقامة المستشفى الجمهوري؟ الطبيب الإيطالي. طبيب إيطالي؟ أيوة. إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا لك. عفوا عفوا لك عبد الرزاق مصنع، شكرا لك. طيب الآن نذهب نختار الثلاثة، نختار الفائز الثاني من سؤال الواتساب. اللي جابوا أمس بشكل صحيح والإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 2، وبسم الله نختار الفائز الثاني. مبروك لصاحب الرقم 712-90-3726. مبروك لصاحب الرقم 712-90-3726. مبروك إذا لصاحب الرقم ظاهر على الشاشة 50,000 ريال، والفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2. لدينا اتصال. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، الآن تسمعينا واضح؟ أيوة أسمعك واضح الله يحفظك. من معنا؟ معك فايزة محمد ثابت من عدن. إيش كانت المشكلة يا فايزة؟ والله مش عارفة، يمكن العيال جلسوا على الواير. العيال جلسوا على الواير حق التلفون؟ أيوة عيالي فرحوا إنه يلا أقل خط. كم معك عيال يا فايزة؟ ما شاء الله معي 4. 4 ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظهم جميعا ان شاء الله ويحفظ جميع. كل الاطفال ان شاء الله. طيب سؤالي لك يا فايزة، وان شاء الله تكوني معنا فايزة ان شاء الله. هذا المستشفى الجمهوري في تعز لما اسسوه كان علشان مرض قبل 50 سنة كان يعاني منه ابناء المنطقة هناك، يعني ايش كان الهدف الاساسي من هذا المستشفى؟ لمعالجة اي مرض؟ أنا أعتقد أن الصدر كان التهابات الصدر. أيوة التهابات الصدر. فعلا إجابة صحيحة، ومبروك لك يا فايزة 50,000 ريال. ربي يحفظكم ويبارك بعماركم، مشكورين، خواتم مباركة يا رب علينا وعليك جميعا إن شاء الله. مبروك لك 50,000 يا فايزة. يلا في أمان الله، السلام عليكم. يلا مع السلامة. شكرا لفايزة من عدن، فايزة معنا ب 50,000. اتصال آخر. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ الحمد لله، من معي؟ أمين مخلوق. أمين، من فين يا أمين؟ من تعز. من تعز، يعني أنت بقى تعرف السؤال الآن، أكيد. أكيد أعرفه. طيب يا أمين. أمين المستشفى يعني اللي أسسه طبيب إيطالي، لكن بعد الثورة في المستشفى
عدو ما كانش في دكاترة يمنيين كثير، فكان في دكاترة من جنسيات أخرى. اذكر لي ثلاث جنسيات. الصين والهند وروسيا. الصين والهند وروسيا. أيوة. الصين وروسيا صح، الهند غلط. الصين وروسيا أيوة. زد واحدة ثالثة. عقب الثورة. أكيد إيطاليا. لا إيطاليا، إيطاليا طبيب بس. بس عد معك في يعني دولة عربية. مش عارف مع إنه قطنا تبتدي بحاجة ورا صادق. في المستشفى الجمهوري، في المستشفى الجمهوري مش في ملحق يقول لك المركز حق الأطفال صح؟ يمني بجادر يمني. أنت من تعز؟ أنت من تعز؟ أيوة من المصراخ. من المصراخ. يقول لك في المستشفى الجمهوري في المركز السويدي. ما تسمعش سوا. ما تسمعني سوا. تتكلم الآن؟ أرفع صوتي. أيوة قليل بس. طيب الصين صح، روسيا صح. اذكر لي دولة. أيوة. اذكر لي دولة، دولة عربية. دولة عربية. ساهمت في اليمن بعد ثورة 62. أيوة بعد ثورة 62 حضروا الأطباء من روسيا، من الصين وروسيا. تمام أيوة، في دولة عربية، في أطباء كان من هذه الدولة العربية اللي ساهمت في الثورة، ثورة 62، فكان في أطباء من هذه الجنسية. مصر. مصريين. مصريين وأيضاً سويديين من السويد، وأنا كنت حاولت ألمح لك بموضوع المركز السويدي. مبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك، مع إنه قد أنا حاولت كثير كثير مشان أطلع. كم لك تحاول تشارك؟ قضية من 5 رمضان. من 5 رمضان. يلا تمام، مبروك لك. أيوة. حظك. يا ريت أنا حصلت مشان أدفع عليك بالمساء السامعي. ما اسمعك. تمام مبروك لك على العموم. مبروك لك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا لك. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك. طيب الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ سلام محمد. سلام. سلام. سناء. سناء. هناء. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من معي؟ سناء محمد. سناء. سناء. سناء محمد عبد الله. سناء محمد عبد الله. من فين يا سناء؟ سناء محمد عبد الله. تمام يا سناء، اسمعيني من التليفون. أيوة. يا سناء. ايوه. من فين يا سناء؟ من عدن. من عدن. كم عمرك يا سناء؟ 11. 11 سنة يا سناء. طيب سناء، أنت ومن تتفرجي البرنامج الآن؟ من عدن. من عدن. أنت ومن تشوفين؟ أنت ومن؟ أنا وأهلي. أنت وأهلك، تحياتي لكم جميعا. طيب سناء، كم عدد أجهزة التنفس الاصطناعي اللي في المستشفى؟ كم في أجهزة تنفس صناعي في المستشفى؟ أنا وأهلي. تمام، اسمعوني من التليفون واتصلت التلفزيون. يا سناء. 7. 7. مبروك لك 50,000 ريال يا سناء. مبروك. مبروك لسناء من عدن. مبروك لكم 50,000. 7. 7 إجابة صحيحة. مبروك. باي باي. 7. جو. باي سناء. 50,000 ريال. طيب الأخ أبو مشعل يقول لك كنت شوف التعليقات، هذا ما نشوف بعض الأحيان.
تحياتي لكل الناس اللي تفاعلوا معنا بالبث المباشر، ونحاول بين كل فترة وفترة أن أقرأ معكم. الآن بنختار الفائز الثالث وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2. مبروك للفائز صاحب الرقم. مبروك للفائز صاحب الرقم 7734-27009. إذن مبروك لصاحب الرقم 7734-27009. مبروك 50,000 ريال. والآن في إمكانية نذكر بالثلاث الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة أمس، ولديكم فرصة غدا للفوز بثلاث جوائز 50,000 لكل فائز عن سؤال اليوم. مبروك للفائزين الثلاثة 7155-90656، والفائز صاحب الرقم 7129-03726، ومبروك أيضا للفائز صاحب الرقم 77342-7009. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. لدينا اتصال. الو. ايوه ايوه. الو، السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، معك جعفر حارس. جعفر، من فين يا جعفر؟ جعفر من فين؟ الو. ايوه ايوه جعفر من فين؟ طيب. الو. ايوه 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 جعفر من تعز. ايوه ايوه من تعز. طيب جعفر، السؤال في يعني عدد الاطباء في المستشفى. عدد الاطباء في المستشفى قل، ايش السبب؟ المستشفى الجمهوري من قبل 5 سنوات. ايوه معك. ليش السبب؟ ليش قل عدد الاطباء في المستشفى؟ ايوه قال الى 20، قال الى نسبه 20% بسبب الحرب والحصار. صحيح، بسبب الحرب والحصار المفروض على المدينه تراجع عدد الحرب والحصار على المفروض على المدينه. شكرا لك، اجابتك صحيحه، ومبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك، بالعافيه اخواتي، مبارك ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. اتصال اخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ سلام سلام يا اخوات مباركة، علينا وعليك ان شاء الله. من معي؟ معك محمد من عدن. محمد من عدن، حياك يا محمد، شهر مبارك. الله يحييك ويعافيك ان شاء الله، علينا وعليك. محمد، كم نسبة الكادر اللي هو خارج الخدمة الان في المستشفى؟ المتصل قبل قليل من تعز قال انه بسبب الحرب والحصار تراجع عدد الاطباء، كم النسبة؟ كم نسبة الكادر هذا اللي هو خارج الخدمة الآن من كادر المستشفى؟ كم النسبة؟ كم النسبة؟ أيوة، كم؟ قالها الطبيب في الفيلم مدير المستشفى. والله ما تعبان أشوف الفيلم كامل يا عم سامي، قطعت الكهرباء علينا خلى على الله، بس يمكن حدود 60% أو 70%. لا 60 ولا 70، 60 غلط و70 غلط. طيب سألنا من حق أمس، أنا تعبت القصة حق أمس كامل، أما حق اليوم ما تعبتها كامل. ولا ساعدنا يا عم سامي تكفى. أسألك على قصة أمس. أي والله في سؤال حق أمس، أنا تعبت على الفيلم كامل أمس. بس هذا يكون سؤال بايت. يا محمد. طيب ما في شيء يختار يا طيب. بيكون السؤال بايت، يكون زي ما تاكل حاجة بايت، كيف يكون الطعم؟ يعني سؤال بارحي صح؟ كيف يكون الطعم؟ ما يكون تمام صح؟ ولا شيء نسوي. طيب الكهرباء دوب خوبنا تعبونا تعب خلى الله، قطعوا علينا حد سمع الاذان ما سمعنا. طيب 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 طيب، اسالك انا، اسالك سؤال. انت تابعت فيلم امس؟ تابعت فيلم امس ايوه، حق نصاب وحق. كم عدد الطالبات؟ كم عدد الطالبات في المدرسه؟ الطالبات في المدرسه؟ ايوه
700 طالبة. 700 طالبة صح، إجابة صحيحة. طيب أنا عشان أساعدك، أنت قلت 60% من الكادر هو خارج الخدمة أو 70%، أنا قلت لك غلط، 60 غلط و70 غلط. طيب لو قلت لك أنا لحظة، لو قلت لك أنه 630 طالبة يعني يعتبر كم في المية؟ 630 طالبة أيوة من 700 كم يعتبر النسبة؟ كم في المية؟ 630 كم؟ يلا شوف ساعدتك أنا بسؤال أمس، كم نسبة الكاد؟ تفهمني السؤال، أنا 630 من 700 قصدك كيف؟ شوف الآن إحنا نشي نعرف السؤال، نشي نعرف كم نسبة الكادر اللي خارج الخدمة في المستشفى الجمهوري في تعز. أنت قلت 60-70% غلط، مش 60% 70%، رقم غير 60-70. سألتك قلت لك كم عدد الطالبات حق أمس في المدرسة أنك تابعت قصة أمس، قلت لي 700 طالبة. لو قلت لك أنه 630 طالبة خرجوا من المدرسة يعني نسبة كم؟ 630 يعني نسبة يعني كم عد باقي؟ كم؟ يا محمد وين أنت؟ إيش تعمل؟ أيوة معك إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ إيش جالس تعمل الآن؟ ولا عمل حاجة، بس السؤال مش تمشي، عقبت السؤال عقبت. 630 من 700 يعني كم؟ أيوة شوف الآن شوف. هو زحفنا أنا حللنا لك تمام، قلت لي ثاني مرة. طيب خلاص خلاص ما فيش مزح، يلا نفصل الموضوع. الآن أنا شو أعرف كم عدد الأطباء اللي خارج الخدمة في المستشفى الجمهوري في تعز؟ قلت لي 60% 70% غلط، هي نسبة مئوية. قلت لي سألني عن أمس، سألتك أمس عدد الطالبات 700 طالبة، لو 630 طالبة خرجا من المدرسة يعني بنقول كم من المئة خرجوا من الطلاب؟ 700 ناقص 630 كم الفرق؟ 70. 70 يعني كم من 700؟ 10% صح؟ أيوة 630 كم يعني؟ إذا 70 10% 630 كم؟ 63%. شوف ها 700 الطالب، 700 الطالب لو قلنا 70% يكون 10% صح؟ أيوة. 630 كم؟ 700 ناقص 70 630 يعني 70 10%، 630 كم؟ مش 80%، فوق 80% كم؟ 90. 90% 90%، مبروك 50,000 ريال يا محمد. الله يبارك فيك، يعطيك العافية يا مسامي، حياك. ذا الحين من اللي تعب، انا ولا انت؟ والله تعبت انت، تستاهل 50 انت، حنين عليك. يلا مبروك لك، اجابتك صحيحه، مبروك لك. الله يبارك. مبروك لك يا محمد، مبروك تستاهل 50,000. يلا حاولنا نغير جو شويه. فين الكاميرا؟ هذه الكاميرا. الان نطرح لكم سؤال حلقه اليوم، وهو من الفيلم اللي تابعناه اليوم من المستشفى الجمهوري في تعز. السؤال يقول: كم عدد الأسرة التي قدمها البرنامج للمستشفى والاختيارات؟ 1 40 سرير، 2 50 سرير، 3 60 سرير. الإجابة سهلة وواضحة. كم عدد الأسرة التي قدمها البرنامج للمستشفى لمركز العزل تحديدا؟ 40 أو 50 أو 60، فقط أرسلوا رقم الإجابة. إذن هذا السؤال فقط أرسلوا رقم الإجابة، وستكون غدا واحد من ثلاثة فائزين معنا بقرعة عشوائية سنختارها من عموم من سيرسل لنا الإجابة الصحيحة. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، في أمان الله. انظر من
سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.